في مقولة مفادها أنه كل نعمة أو باب رزق تحرم منه يوما ما بطريقة ما رب العالمين بيعوضك بأضعافه. تؤمن؟ طبعا مليون بالمية صحيح. لما تختبر الفقد من هالنوع كيف بتقول يعني واصل اللقمة على تمك؟ أي. فجأة لما ما يكون عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى ولما ما يكون عندك إيمان بنفسك ولا ثقة عندك بنفسك تزعل، بس إحساس الفقد عند الناس اللي عندها إيمان بالله سبحانه وتعالى كبير متأكدة وواثقة أنه هذا الباب تسكر فيه 10 أبواب. شو بتقول للناس على كاميرتك؟ الناس اللي هلأ عم يحضروا وعندهم مرارة الفقد وصلوا لدرجة اليأس، شو بتقلهم؟ وين كاميرتك؟ هيدي الكاميرا هناك الكاميرا. أقول هذه مو النهاية، هذه بداية خير. الله سبحانه وتعالى أراد بها اختبار صبركم واختبار قوتكم على تجاوز هذه المرحلة واختبار إيمانكم بالله سبحانه وتعالى واختبار إيمانكم بأنفسكم. ودائما أقول أنا عندي مثل دائما أقوله لأني متفائل من الدرجة الأولى، أقول القادم أجمل إن شاء الله. إن شاء الله رح أحكي عن أنا نفسي أحب الأغنية اللي غنتها أنغام. أنغام حبيبة قلبي، بعد ما نحييها للصديقة النجمة أنغام. أنا نفسي أحب هيدا اللفظ أو الكلمة التعبير، إذا امرأة قالت هذا التعبير منعيرها فيه أو عيب، وإذا رجل قال هيدا التعبير أنا نفسي أحب، شو بيكون ردة الفعل؟ ليش؟ اثنيناتهم بيقدر يقول أنا نفسي أحب؟ طبعا طبعا يقدر يقول جهرا. طبعا طبعا، ليش؟ الحب أجمل شيء في الحياة. المشاعر هذه خاصة لما تكون صادقة يعني مش لعبة، هي بالعكس أنا أعتبرها قوة. الحب قوة، عمر ما كان ضعف. يعني ليش لما الرجل يقول أنا أحب أو نفسي أحب أو نفسي أعيش هاي التجربة، والمرأة كذلك. بدي إياك هيك بغمضة عين تفكر بكل زميلاتك الفنانات، زميلاتك بس الإناث، وتختار غنية من أغنياتك وتقول على الهواء هيدي الأغنية لإلك، حلال عليك غنيها بصوتك. كل يعني أغنية من غنية أغنية من أغنياتك، أغنية معينة وفنانة إلا هيدي لإلك أنت غنيها. تحرجني، كلهم حبايبي. كلهم حبايبك بس حبيبة. يعني خلينا بالجديدة، كيفك ممكن، كيفك لين لبنانية ممكن، ست الكل شمس الغنية نجوى كرم، نجوى حبيبة قلب نجوى كرم، من حييها لنجوى.